متوسط تكلفة الزواج عندكم في فلسطين؟ حوالي 100,000 إلى 120,000 سعودي. العرف تقريبا 35,000 ريال سعودي. عندنا في الجزائر تكاليف الزواج إجمالا لا تتجاوز 20,000 ريال. شامل المهر وكل شيء؟ شامل كل شيء. في سريلانكا عندنا زواج تكلفة زواج كامل يعني مع المهر تقريبا 15,000. إندونيسيا 12,000 ريال سعودي. جزر القمر ممكن 15,000 ريال. في كوسوفا تقريبا 15,000 ريال سعودي ولا يوجد لدينا مهر. شكرا. في إيطاليا حوالي 16,000 ريال سعودي. في سنغافورة 30,000 ريال. في زامبيا 1,500 ريال. داغستان حوالي 15,000 ريال سعودي. كينيا حوالي 2,000 ريال. في مصر حوالي 80,000 ريال. في باكستان 13,000 ريال. في المغرب حوالي 6,000 ريال سعودي بس. في جيبوتي حوالي 7,000 ريال سعودي. في المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية في المكسيك يتزوجون بالحب، ما في مهر ببلاش، ما في مهر ولا شيء. ولا شيء عجيب. في تايلاند 20,000 ريال. في قرغستان 15,000 ريال سعودي. في الفلبين 30,000. في جنوب أفريقيا 60,000 ريال. فنزويلا 1,500 ريال سعودي. في موريتانيا 10,000 ريال سعودي إلى 15,000 ريال سعودي. في بريطانيا تقريبا 40,000 ريال سعودي. في أمريكا والله بلاش، قريب على 1,500 ريال بلاش والله. كم كان مهرك عندما تزوجت؟ فقط تذكر العمرة والحج وخلاص. اللهم بارك يا رب ونجب منها هذه. اللهم بارك.